أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى أنه ينبغي وضع المصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار، وذلك على خلفية التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية. وشدد بن موسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب على ضرورة ضمان الحق الدستوري للتلميذات والتلاميذ في التعلم، مستعرضا ملامح الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي خلال الموسم الجاري. بحقيقة في ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية، اتخذت الوزارة عدة تدابير لتحقيق الملائمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم هذه السنة. وقد وضعت الوزارة واحد الخطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي وتنظيم التربوي للتعلمات اللي شرف عليها على وضعها واحد الفريق تربوي فيه واحد العدد ديال المفتشين المواد الدراسية للمستويات الإشهادية. وهذه الخطة هي مبنية على مبدأين، المبدأ الأول أو ثلاث مبادئ. المبدأ الأول هو التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي. المبدأ الثاني هو تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، لا من القطاع العمومي مع القطاع الخصوصي، والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة وفي اجتياز الامتحانات المدرسية مع إعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية. والمبدأ الثالث هو استحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ.